تتماجا هيل نبرين تجرا ولا هيل نبرين تجرا ولا يقيم ديد ون نورا في اللون نبوتا دي ترارن وسالي وجورن داسو سورفتي نسي هنا الرابات في الصحة توصل ماي وتلاقي في اللاس وسالي وجورن لكن ظروف إذا وصيون تترارين تجهن دقنا الأنصون أباتو المهم أسو هنو تلاقي فباتو إذا تلو في تنتات إذا المشكلة اللي طاود ديستيمورا لانت بزايد قليبيا نسلاف اللاس بزايد بزايد في اللاس الفتنة ما الفتنة نشي نخسناك إذا سهل توسطو هاني الفتنة إذا غلا بلين التاباتو يعني اللي تصار جار تيمورا أم المثال نجمان مال ما كي صار جار الزاوية دور شفانة أما ما كي صار جار غريان لصبعة وسالي جور عند ما كي تصار إذا تطاوض كتامور نزوارة تمورة اللي زاد سام جميل تريدالين العجيلات المهم باش كانوا تلفبات وهانيت هانوي تليفونات ستمورة تهانيت د باقي باش كانوا تلف الناس إيه ترديد نقد هانيت قل استوديو مس أحمد نخليفة سينما الأزول أفلك أزول عفوك مس أحمد يعني أنا دليدك السؤال اللي مفروض يتواش متى تلفت اللي تلاق إذا المشكلة اللي تلاقى بات وهانيت يعني اللي انت اللي بزايد نان في اللاس ان انت الفتنة هل فعلا انت الفتنة زغلاد متى انت تلوف تزغل المشكلة تكمل يعني بالنسبة انه نش يعني شبه حديث انه ولدش الفتنة يعني لسه مورا كان دي 42 سنة سدوا القدافي يقوى قرس قري ودان كل المشاكل كل مدينة يحط غفصي ودانس المدينة تايتن كل القرية تحط غفصي ودانس القرية تايتن تيوه المشاكل لها 42 سنة قيمون تتراكمنت طول الوقت أن يعني الوقت اللي تحررت مورا كل حد يغسل إخوة الحق نزف سنس لكن إلى حد ما يعني بعد ما حد روحة وجبحات مورا يعني إلى حد ما مورا دي الخير يعني والدي الفتنة تقول حق نفس محدودة دي أماكن معينة يودان معينين إبو شيلني مش كان اللي غرسن سلاح لكن بالإمكان إذا كان يودان العقلاء اجتمعون أتقول يعني الحل واضح سهل جدا جدا انا احكي قفص دي المستقبل ولديش شب حديث المشكله مش شكيت بالمقارنه سليب يقول الناس لكن مس احمد السن قال كتلف اللي تصار اذا المشكله اللي تصار قبل سن نوسان غير عند السبعه صار ندس حتى تيم الثاني متن ميدا يعني لما تشب حاجه كثير واللي تصار دي السومه اللي تشب حد اللي تصار دي فلسطين اللي تشب حد تصار دي افغانستان اللي صار دي العراق والحمد لله غرناش شنو يعني اي مشكله ما دام دي سلاح سد متن دي سودان وجن سن ثلاثه دي تمورا يعني شن دي بريطانيا قبل أوجن الدياسة غرس سلاحها يقول هجمها في المدرسة أين 30-40 واحد لك لكن شين غش المشكلة تنزة تلفتنا طاوض ممهك العراقي زغد فلسطين شين بعد فلاس نقودة يعني صح يعني شن الغسن مل أن يدول ديش المشكلة مقريد دي المشكلة مش شكيد المشكلة توها يوداني مقرار نتمورا أو يوداني كل نتمورا الثوار ضد الحكومة ضد يوداني اللي غرسن العقل أتقدون أسفول الحل لو بس اتبعون خطوات معينه يعني الخطوات المشاكل اللي تصارت مثلا لما ممكن صار دي زواره ضد جميل الرجدالين يعني جماعه نزواره الوقت اللي صار انتصرون يقولوا الاخوان بعضنا اللي اتهموا ديسنا ان المجرمين كانوا ضد نزواره اتفضل نغرسن جماعه نجميل غسون الدوين جماعته فالمشكله تقيم بأجار زواره دجار جميل غير لكن بهي متى منيس يعني تسي العكس يعني إذا بلاش هم في الحتة التيمور أيضا من يستبين جزمال القدافي إذا غليسين خدمة دي القدافي متى ما يديس حد يتلاه إلا كتلف لجار مثلا زوارة الجميل إذا تلف لجار الزاوية دور شفانة إذا ما هو لأن تيوها ديسنت حساسيات قديمون فيعني منش من رأيي مثلا أم زوارة أم الزاوية أم غريان والقروش نيت أتقبضن في المجرمين اللي تعتقدون اسم المجرمين أدخوان اللي سموه تنسن أتنفكون المجلس الانتقالي إن المجلس الانتقالي يا إما يتحمل مسؤولية النس يا إما يقيم نيت مقصر ثانيا أدجون اللي سموته كله ألقون يعني القوائم مثلا زوارة غرس 20-30 واحد يعني متهمين أن ارتكبوا الجرائم أتنحطون دي القوائم سد يس أس يعني بعد ما تستقرت مراء بعد ما صار النظام بعد ما صار وزارة الداخلية تكون مسيطرة في تمورا كولنس وزارة الدفاع مسيطرة في الحدود كولنس سبدا تطبيق القانون أود لسموتها لا تقول الدولة مش فلان فلان مدينة من المدن سيقول أشخاص ممثلين من الدولة القبض نغفسن
رولين انت مراتيت خلاص يعني، لكن المهم يعني نغسل القانون يد لا يحكم مش ودان نتا لا يحكم باه يعني ليس قد ان تغسلين تميطن لا ند تطوضن، لكن جهنوي التليفون أبشك أناكس ما تتلف لتوض بقي حتى تمرت نزوارة والساني هاني انت تكملت وزيد بعضيس غردت اسمك نانا تزيد بعضيس أنوي التليفون اسمه مقدم إدريسي دندو ليدك ما اسمه مقدم إدريسي وكاد سل دقي يزل فلك مقدم إدريسي تليد ديدي أزول فلك ما مكت الليد أزول فلك راضي مثل كبارك الحمد لله تنميت نسن شين أسأل اللي يقول إن صار من المشكلة ممكن كانت تمشكون تمقارت لكن شين نسينش فلاس بالضبط ما كي صار ده بزايد يعني تتلاين فلاس حتى قل فيسبوك ده دميد إن أمل الله قد رابل خصنا داكز متى تلف توهانيت فهو سينخش متى تلجم ده نتمل ده في المشكلة توهانيت راضي سبوتي كلكت وكانت سل الدقي اك عاود المشكله اللي صار قطمرت اللي تفال وسه اللي فاتن مانيس يعني توقع من ثلاثه اني بشير الصمرت وسينخش مشكلته ما صار وكان انا تملت فلاس يعني ان شاء الله باذن الله اولا وايد ايدك قلت لي اولا نترحم في الشهداء كل مدينه الزوارة الو وايد ايدك ديدك نجم ده تلاقي دوت لي نترحم في شهداء قليبيا كول ان شاء الله ربنا يرحم داود تعفلاتهم المشكلة اللي صار جار طامور تجار جارتين زلطن واي ايو غرنغ ايجن غرنغ ايجن سلازلة من القدافي يسي مطوع قل منطقة من زلطن مطوع دي يخدم حتى قل منطقة من زوارة هيك مش تي بوابين دوليش ما تتيقيش باهي واي ده رقم اثنين ان انت طبعا دي سوستي وين يجينا طبعا نجمش حتى انا تلاقيت حتى قلت التلفزيون واي باهي الشخص واني تنكمشي نشنين وانت ارجع المطلوب العدالة مطلوب غرنغ تقول حاليا الا غرنغ موجود غرنغ غرس اماس غرس يجي نسايت ماس دي يكمشان غل التاتا الاشخاص قاكتين ظلطن يكمشي نيما نتشوف نرخيخ شي هاني ألم يعيد تلم مطلق شين طبعا أول أنا أول نجم التيم للعدالة شين غريت شين شين أرجع تسلم العدالة شين نشين ده واي واي شامل معقول ان انت شخص واني متطوع دي سيدي لازم القدافي يتقيد ديس اللي يتقيد ديس سجن تاير يعني اذا ثلاثه الاشخاص تايرين يعني صور تمور في الوقت واي واي باي متى صار بعد ديس وبعدين طبعا نشن طبعا كتامور كول طبعا نتلاقي فلات كول نتلاقي اللي قال الاتصالات النغديه تنكول النابة تنزلت عند النابة الميد نينس الشرفاء إلى غير مغادي اتصلت بيس النابة الحمد لله يعني حتى انت نوزل نديرنا وزايد دي تبدل نديرنا وزايد بنحاول حتى شي ناشي نقص اني نقص يعني اني قلول النابة نوقيل اصلنا والنا نقال محاولاتنا نحتاج شي نقص عساس ناشي افرق واني تقامنتي تم تلاتة لنفاريض انه ينكينتي تلجميل قيمة طلطن تيزجميل في الإغناء تشل تمور التمور نجمي التشقيمة تتبع بالكرب تهاني الأس يكون اللي انت طبعا خلافة صنعة قيمة الساعة 12 اللي بعد تموت شلش اللي قجميل تتبع بالكرب تهاني نحاول غمما كنا نشينا نحاول وما كنا نخضر في الدنيا هاني تلا قامنت إذا فرقان نخسر تنوي التمور تباشا تسلم العدالة لكن نحاول وما كنا نشينا نكمش نحاولش ما كانت نكمش الحمد لله جماعة النقد دي ميت منك شرفة هذه للاك دي نزلتن المنطقة نزلتن دواني نافا أنا نقد ما أنا غادي نشين نقال محاولة إن شاء الله ربي يستر ديس ذات وشاردنا كنا بعد تشتات ما تسلم الشخصنوس من ناحية المجلس العسكري الحمور واي المجلس العسكري صبرات أنا يتشديد المجلس العسكري نزلتن حتى أنت يتشديد الحمد لله الموضوع يتكمل في أمان وفي يا مقدم تمام مقدم تسل دقيقة ايوه راضي سلم لك راضي مي رايك نشي نزرع الفيديو باي صفرخ اللي توتلي اللي انت دميلو القفاز نشي يصير حتى تصفق ديدي الفيديو اسوء لكن غريش المحود اباشك تصفق لكن يماق الفيديو هاني اللي انت مانيس حول انت تقريبا ستين زلط الجميل دي ما على اساس انه حتى الميد اللي وفنتي جميل عامل انت تصبح تقريبا وسينخ شوالوه متى يلازغ اللي يلازغ ماماك لا اول ماماك ايوه ده اول هو الا فعلا لا افرخ طبعا نش لي روح خصيص الزلطن اللي سل الوقت اللي سلمنا اخي نش اللي في روح خصيص نش درس مجلس عسكري تمور انت عبد العزيز ابو سنوقه
افرق وانا طبعا حتى امش هدر في الهاس مي غسمتها بالكي قلنا كشاره بالكي قلنا كشاره وكذا وكنت هناك يما نشو ويقين شو كان يما يبشير اللي وينيد للجويلي ما عاملين معاملة كويسة تبارك الله وفيهم يعني حتى انت يشكرين وكذا لكن اما المشكلة تكمل قفر وخلي قميدي ما كان انش قيم غلوفر وخودي ثمانية اللي قيم غير في جيزلتن اما عادي راوي اللي يقادقي شراوت وشي ايطر لكن واي. اما الحمد لله ودي غلي بوشيرن كويسين عاملين معاملة كويسة يعني بارك يعني الله واي نتا نسن ماني انش ضريخت نحطه ستة يعني انش ضريخت من ستة واي 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 ماني نسن ماني ينفل مقدم يعني انا في اصبح ده معفون وسينخش سؤال انا عقبك تسنغ مغليك معاتش غنغ المحود بزايد يعني لاحظ طوسة وهني تصارى ايتر نيشكلت يعني يخل ممكن عمال سادس مرة اذا سبع مرة تصارى احتمال تصار حتى يتشايز حتى الشريض يعني حتى في الحواز تيس اذا الجنواني اللي دفر الجميل نشين سينت ماني القاعة تنغة تويلون ممكن اتصار يشكلتين طبعا متى الحل جدري طوسة وهني ما كان يقبشك معاش اتصار طوسة راضي خول حاليا خول حاليا نشي نغر نغيجن غر نغيجن حاليا يلاقي جميل خولي سنت نابندقي نتش نبني تجميل ضماني دارا وغر ونيجي نتي ولا غرنا جدي غدا علم المجلس العسكري بنبيخ نجم ميراث ما نمشي نراو نحول للعداله تبدا نحول للنيابه كذا فاوسينا نش نبيخ بطريقه وديه بنبيغ المجلس العسكري ان نجميل غير الاتصال ما وصل غير الحل ما مو انت وهاني معلش يا مقدم ما مو انت اللي تواكمش وهاني دلميد ماك ده جديد باقي وهاني تواكمش الساعه ما نريد تواكمش الساعه 4 تلجيج حسب معلومات انت تجميل حسب معلومات انت تجميل انت تواكمش اسو ظهر ما الساعه 9 4 تلجي وكذا ليش طبعا وشو تحقق الموضوع زي غافر ده وانا بني ما نريد دور دور ثاني لكن زي غافر نجمي لحق رغمت اللي صار بالضبط افرق واني تين ضغمان انا سليمان ضغمان حسب المعلومات توصليت الا غير نقول حاليا نبيخ انا بقول السؤال الحل الحل دمت يعني يشغلوا هاي تصير شو لازم شمياك عادي حتى الشريط ناس الناديس حدك مشنتيد اي تشاب عاد اي تشاب لكن اللمي اللمي خول يعني الحل دمت تزرغص على الاقل الحل اللي زرغص نتش الحل اللي زرغص نتش تزرغص كطامور تكمل كالمجتمع عن طمور تزرغص انه نشني انه شيشه متحررين نقيم نشني نمد نشا متحررين منطقتنا شا متحرره نشي نجم شا في الاراضي النغ الحوايز النغ ميد النغ ميد نختلف في الحوايز النغ وبين شو ما كدات من نقص الجيش الوطني يتحرك نقص المجلس الانتقالي يتحرك ادياس اغنداس ابد نديد نغشار نحرر المنطقه الغربيه تكمل المنطقه الشرقيه تكمل متحرره المنطقه الوسطى تكمل متحرره المنطقه الغربيه الوحيده اللي تقيم شا متحرره اسلحنا القداف يكمل يقيم يلاقي المنطقه الغربيه قجمي تريدالين تنزلطن العسد يكمل يقيم الى غرس نقطين الداسن دادات في ديدنا دادات في تلشين نشني تمنى طامور ثلاث في ديدسن دادات تفدا نحرر طامور تنغ البدر دتيجي يكمل تاخس نتحرر يكمل اسلح يكمل يقيم يمتاز القاعد لازم نلزم لازم انا في نحرر طامور تنغ داس ديدنا بد ندير في مشرق بد ندير في المنطقه الوسطى في المصراق هكذا بد ندير نحرر المناطق النغ مثلا انت نقول الجميل بد لان بد ندير في الزنتان لان انت متكينا في الزنتان بد ندير في التلاب ندير خول حاليا غير في المجموعة الشغوري حتى طورك الذاتي نتش يصلين معلومات تجميل ان غريز لا في القداف اللي سين كمشن الجحافل اللي سين كمشن لجنة تورية اللي سين كمشن الحرس الشعبي كمل نقول حاليا مروحا بالله دان جميل متواجدين نقول حاليا كتدارين تمددوا الحماية من الزنتان أدوا السرايا في الحماية من الزنتان ذاك داك حتى صاريت مثلا أنا تلخون تحمد اسم ثلاث هاني ذاك وشارين خاكنابي ذاك كملا ذاك وشين دي شراواتين دي سميد اللي يقن وشين نقول حاليا وشين فلوس من الزنتان وشين يعني ما قلت كيت شاولان نخسين والله يا مقدم يعني يصير شو كان اسم بلحق يعني تورقين دل درجة هاني توصل يعني ماذا بينا أناك الزيتر إن شاء الله يعني أتكمل الحلقة تضفق ذاك نابيغ دا نحاول حتى مامك اني قدرت نصفغ يميدنك منا التسلن لكن واي واي تنمير مقدم معاد شغلنا المحود لكن يعني نشي نخسى انصفغ الحق يزغد ازرف المهم طوض تولت مقدم دند ولد هانيتي للسودي مس احمد نخليفة يعني وسنخش قريب تسليد اوليز يعني نولد دينا ولنا غمزوار يعني المفروض الدولة تنيت لها تخوى الحقوقه يعني مادام دي سودان متهمين وتقولش مجموعة نزوارة نغل مجموعة نجميل أول حاجة قبل كل شيء إذا كان غرنا يودان متهمين أنا نقول أنت مرايه اللي ديس المتهمين تسلم لك يوها فلان 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 يجب أن تسلمهم تيروا المسؤولين من كل مدينة كل مجلس عسكري كل معليش وكانت سليت طولتي السنة عقبت يعني لا ما نشوف نغشة مشاكل يعني. دولوه أولوه مقري قوة إرخاء لأن يعني بعدين ستبدأ معناها مشاكل مقورد
نتش نغسل نمل أن كل مرة أتحمل المسؤولية تنس. مثلا جميل مدينة محررة تيرو كل ليبيا متحررة، جميل أتحمل مسؤولية تنس، القدالين أتحمل مسؤولية تنس. معلش معلش أكسيوضو طغوص يعني شكن تسلي دول وهاني تلنشي سي حتى غريتي ولا فين الفيديو تنصفغ لكن مي قد تنصفغ لكن غير جاك أكسوس الفكرة مش كما كنت مديد جميل أنت يعني تولى إيمان الناس يعني صارت أنت تتحكم في مانيس لكن تلوفت لكن تلوفت ماني يعني تغوصتهم كل يوتسين حتى يعني اللي شاس زوارة ممكن يوتسين تلوفت إن الحوايز إذا المزارع ما كنا نصوارة نزوارك منت إلا نقمص نجميل إذا ضفر جميل فأي واحد أي يقور القاعة الناس التخوان اوكي تيروا المشكلتها المفروض نمو كم ديس كم ديس الوزارة الدولة الحكومة دي المجلس الوطني يعني الزوارة أتق عريضة الدولة لسن غيرنا المشكلتها لازم تحلهم الحل من المجلس الوطني من السلح الحكومة يا إما تاوي جيش الوطني المدن تياتن مسراطة يعني شليغة مليد حتى قبل برا الوهات مليد كان ديس كتيبة المسراطة تنسحب المفروض لما تنسحب كتيبة مسراطة المجلس الوطني ملزم أدياوي الكتيبة تايتن حتى سبنغازي حتى سالبيضة حتى السبها أدياوي أتطفى مكانوها لأن أمكانوها مدام ديس مشكلة يعني حتى تنتهي المشكلة لازم يكون ديس ودانه يعني ديس كتيبة الجيش الوطني تحمى الجانبين في نفس الوقت يعني أما القوات الدولية يعني لما أقار دولتين القوات الدولية تنسحبش إلا بقرار رسمي أن يكون ديس يوط السلم لحد معين وإلا ستقيم القوات هذه حتى نش القوات من المجلس الوطني أو القوات الجيش الوطني تكون دام كانوها عند يتم نفس المشكلة دي غريا عند الأصابع يملك أربع مرات تقول المصالحة بالضبط يعني اشتلي ساكسسنا في اللاس يعني ممكن نتلاقي شرف تلف لجار زوارة دجميل تريدالين نخسر نتلاقي في التلف غريان للصابع يعني وكان غنتوش في اللاس حتى اللمحة إذا الفكرة دي صمو يسينش في اللاس يعني شكسولني زرط قريبا يعني تبع ديس نفس المشكلة اللي تلاقي زوارة ضد ما تقوها تلادي لصابعة ضد الزاوية ضد غريان تلادي الزاوية ضد ورشفانة تلادي أزناتة ضد المشاشة تلادي دنالو ضد تيجي إذن المشكلة مش مشكلة عنصرية ولا المشكلة نية تقديم تجديد يعني تجدد تيرو بعد القدافي يفغ اللي بنات تستقبلك يا جماعة تنسكوا اللي حطت نسمى المناطق هي وطن دي بعضهم بعض الوقت اللي يفغنيت المشاكل ولا تدمن جديد فالحل الوحيد أن أنج أولا المجلس الوطني يتحمل مسؤولية النس دي الحكومة ديس الحكومة تيرو ديس وزارة الداخلية المفروض وزارة الداخلية التوي يعني لجان أمنية أو المجلس العسكري الدياوي قوات عسكريه في المناطق تياتن دات تحط اجار المناطق يملك دي غريان خمس مرات او ثلاث مرات تقون دي العقود الصلح دات قام زندد وقعان بعدين يجوا يسيبوا شيل مثلا غريان يطفي بوشيل سله سابعه من العكس بوشيل سابعه يطفي بوشيل صغريان ده صار سنتيتا اذكرين كل لان كل حد درس سلاح يعني نفس الفكره لكن خل التوصل اللي اسمصيلش هل ميد نيه يعني اللي تيجي بشكل هل دي سيسن طرف يقيم الذي القدافي زغلاء يعني السؤال هو ممكن أقول لها تسسنا دفر متى هنوي التليفون سماس محمد تمتم سامقي من سرداس نالوت وكان يلدينا في التليفون أزول في لك ماس محمد تمتم تليد ديدي أزول ماك تليد السلام عليكم. أزول وعليك السلام ورحمة الله. نشين تقريبا تسليد في متى نسين توتلاين في تلوفت. إذا المشكلة اللي بزايدنا في اللاس أنت الفتنة جارتي مراوين أم غريان لصابعة لالود تيجي زاوية ورشفانة تيمورا أم تيذها. وسينخ شمالة غيرك غنتملد فبات وهاني تزغى في الموضوع وهاني. الموضوع عارف مش نولة ترى مرحلة تذكر إدارة الوظيفة مثلاً البرنامج اللقاء متأسف يعني مش نولة صار بتمرنا كل ليبيا يعني حقيقة يعني مش أكثر بينا من الوضع عن إلى 40 سنة فاتت صحيح مش نحرر مرنا تمرنا لكن نفكرنا غدوا ولنا نتحرر أي شيء يعني مش كان يدير مجموعة من اللجان للمصالحة حتى لفترة الكاتب
نقول المشاكل اللي صارون قوسين اللي صارون لازم نرجع نهاية مرات الحاجة فاتحة يعني في خاطر الكهرباء تقسم تعارك بالشارع تقسم الموسم كذا تصبح بحاجة تجارة مراد مراد تجارة مرتمط تجارة مقليد مقليد يا مس مس محمد مس محمد لكن يعني المشكلة المجال تسلل دقي لكن المشكلة المشكلة تولي تميد فلس يعني تافه في الكهرباء افسن نبوشيل نطنغون زتوصل مايو لكن ما تميدها تكبر ده هذا المشكلة مقرت يعني بين الحل الجذري تغوصة تهاني دمت يعني شسيق باللي شكينها تقول تقريبا خول دي الصلح جار مزدة وسينخش طامور تيدن طورها تقول دي الصلح جار مزدة تمروي نيدن ميسنغ يعني بين الحل النهائي يتلف تهاني الحل النهائي متى انت سامع والله في الحل النهائي مش نظلم تلك التور يعني مش نضح التور اللي هو مدخلون يعني المشكلة التي فيها دي كانت لدى غمنا نمشي للوطنية بظهر كذا يبغى يلزم من نفس الاعترافات وتشتري غلحط وتشتري هذي بعض مش كنا نجي المشكلة اللي جار كل التور 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 الخلية انت عارف مشكلة بأسة تتحل لها لكن الأطلاح بدم التوانس المشاكل دي التمرين اللي تنين دي في الولاء النظام نفاوت لا نظامه وجار الموقع التالي طبعا تايرة الأول تاهدي في المشكلة وقرت مخبحاتهم حتى الترسوبات تقديمين يعني لكن الحل الوحيد وقت تلو دي في المشكلة اللي تسيلزم منها تفز عنه بيلزم ان ده تتحلها ده بيتحلها ده بيحكم تلو ده وين ما تتعرف لا بده تتسلم بسيدان حكم الخطة مجتمع مش مهم يعني مش بهوى هذا بتلغي يعني مس محمد يعني مس محمد يوضى والك من سلدك تصبح اذا نسلش لك تصبح نحاولك نعاود نتا يديك تيك الطيضن ما غليك نسلش لك تصبح لكن الفكره طوب دول غدهاني تي مس محمد بن خليفه باقي تيك الطيضن يعني ممكن سيد المكالمة الملخص مكالمة هنا يعني المشاكل اللي زغتي لوفك من التدلنت يعني اسم مشكلة تافهة ما كيمات بين قوسين المشكلة تهاني تكيم في الكرهبة في مش عارف سن النوغن تهاني الحقيقة نيد الحقيقة أن العقلان كل تمروين وتقون شوالوه يعني تبدا دائما سيبو شيني مش كان مش سيبو شيني مش كان يعني إودان اللي ورغرسنش العقل أو إودان اللي غرسن مصالح شخصية مثلا ممكن يكون ترس مقر لكن غرس المصلحات الشخصيه مثلا غرس تامور دي افرض امكان ست اخوات تين زواره مثلا لكن مش كل جميل او كل رجدالين تقول سه اي يقول لي تلقى المشكله بعدين ستولد المشكله تين مامو تين مورا كل نس فان شاء الله تولد توجد بس بكره تولي دوفس تيرو افرض مثلا دي 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 سين من المدن او القبائل اخوة العالم من القدافي توها المشكله مع العلم صارت وهاني بس بسوا المسؤوليه الناس مش زاويه نغزواره نغ جادو نغ غريان توه المسؤوليه الدوله لما نش نسبح مثلا افرض نش غريان شبح العلم القدافي دي تدر دي دي, دي الاصابعه والقرش الدوي جماعه غريان تقول هجمنا في الاصابعه تقول ديس الفيسبوك ديس الدوله ديس الحكومه ديس المجلس الوطني تنسحكي تقول تنسحكي الدوله ديس العالم نشبح دي مورن فلان اللي ديس العالم من القدافي تتصرف الدولة مش تتصرف المدينة لأن لما تصرف المدينة ستولى بين مدينة ومدينة ومدينة بالضبط لكن لما تسد لكن تهاني تشد المشكلة ترى يعني العلم على الأقل يعني أي يعني مش من حق مش من حق أولا نجي نقام الأعلام من القدافي الأخر كل يقام يماني لكن تلفت غير يقام الأعلام من القدافي بهي دايق تلفت يعني العلم القدافي يقتلف طيف سلاح النص داي وتيودان صح اذا كان يو تيودان دي اخوان العلم القدافي يعني اختيها يدانيه المرنس المفروض التوتن نشن مثلا لنفرض مثلا لسابعة اخوان العلم القدافي المفروض لسابعة نيت اخوان مشكلتها دل شخصها اذا كانت اخواش المفروض يعني نشن تيرو الان غير 20 محطة اعلامية المفروض ان نفضح المدينتها ده نفضح شخصها لكن وانتهج لأن مشكلة سرفية غير المحطة الإعلامية تفغطت لك من المحطة لأن صار مشكلة يعني. لا لأن صار مشكلة دي أجار الزاوية دي ورشفانة تفغط بعدين منك لا
ولديش حكايته الطابور الخامس. صار مشكله غارغيه ضد سبعه ام ولديش الطابور الخامس. صار غار سوق القمت ضد بني وليد ضمنوا نفس. اذا نتش معش نكمل مشاكلها شخصيا نكمل يعني حتى لو فرضنا دي سولوها غريان التمشي وتقولش نيد اتنبا مثلا زناتا اتنبا جادو اتنبا طرابلس ادسوني ودان بس لازم تكون باسم وبمعلوم بمعرفه المجلس الوطني او الحكومه الانتقاليه. سها تبدا المشكله مع المدينه ومع الشخص وانت تخوقاش نتش القانون دي سننا طول طولتك والسينخش يعني شخص رسميته قتوصة تيولافين وكان اللانت الفيديو أنوي التليفون با أنوي التليفون ما اسم محمد أزول فلك أزول فلك تدولد نسين سلشك تصبح والسينخش يعني سؤال نعقب لسيغس السنغاكتي المشكلة تمشكون تسنتلف تمشكون ممكن تدلت المشكلة تمقر لكن ميغاك نخسر الحل النهائي يعني يعني استازلة أن توجد الحل النهائي رأيك شك على الأقل. والله الحل النهائي مش نغري إن يعني ما دام الوضع إلى حد الآن الدولة تمورة وتقاموشي لجزان الشيوخ خول أنطيرو يعني ونبتنشي كرمشي يلزم أن كل تمورة ودا منه يمقر منه يوستر منه يلي غرس نتوك لايت يلزم هذا تكاتفن دي حاجة يودا ساعد ندي قدر الإمكانة يكون الرأي حتى لفترته المؤقتة يعني مع الأسف مع الأسف مش من اللي لا المجلس الانتقالي أو المجلس العسكرية أو المحلية حقيقة ولا غرسنش التأثير في طمورت ولا غرسنش في الواقع ولا غرسنش التأثير حقيقة يعني مش نظرو نجرب نقو ان التور خاصة اللي كانوا عند الجبهات قادة ميدانية مسموعين الكلمة السودان تحت المونديسن اكثر حتى الودان صن كامل بالمراكز بالكادات غيرها حقيقة يعني مش اشترك اللي كان من لجنة الصلح نقو ان الودان يعني ممكن تسلون الشخص العادي اللي مش في منصب اكثر حتى نولي الى المنصب ما نفهمش الوضع يعني متأزم لكن يفترض ان اني كنشت لجان مصالحه باش حاليا نقول مقترح باش تكون علما نقول مقترح نقدم وزير الدفاع لجنه مصالحه تتكون مجموعه مجالس عسكريه سادوات من قوه التنفيذ اذا لزم الامر تبدا المتاعي الحميده إذا تهدئة الأوضاع تيجي التحقيق يتحقر مم الظالم مم المظلوم إذا تيجي الشروط النص لابد كل الجهة تلتزم التنفيذ الشروط ضروري إذا تلتزم شيء فإن اللجنة المصالحة غرس تدوش النص السلطة التقوى تنفيذية قوة من الثوار تتكون من الثوار قوة كبيرة مقرت يعني قوة مقرت لتنجم تيجي الحل الفصل تستبد سواء النزاع أو تستبد ثلاثة رجال المتنازعين واي واي الفكرة تو طبعا طرحت في طور تنفيذها إن شاء الله في هذه الأيام يعني دي وزير الدفاع كان غرس في الرأي يوافق بيس يعجبت المقترح الآن كان ديس الاجتماع دي صبراتها لعلمكم ممكن ما تديش حد يعني ديس الآن ديس الاجتماع دي صبراتها مجموعة المجالس اللي يقوم ببادر تو بكذلك ديس الآن مجموعة تتحرك أطرحها المطاف على أطرحها الغريا معناها تدرس الوضع دتاكز ديس عبارة عن صور مجهودات شخصية ولذلك واي توض إقراوليين ماس محمد ماس محمد حاجات انتسة توض تتلايتي كوسينخش كان غير كتاول تنعقاد زو تنقارود قلت 30 ثانية يعني استاذ لما عاد شغلنا المحو داقودة والله تاولني ان شاء الله يعني تضمران لغنصر الخير اذا نتكاتف نكس مرايلي دا لاو لنا يلزم ننظف ولاو لنا غنحرر ولاو لنا غنحرر الافكارنا اللي مزرعة 40 سنة فاتونت بإذن الله نكون نتحرر يعني إن شاء الله إذا حد يحرر نفسنا سيتحرر الكل الجميع إن شاء الله يعني. تنميرت مس محمد طوط تبرتك يعني يمول بدات نعقب ديس متى يتوصل المهم غرنغ الفيديو تنسكن في اللون الفيديو هانيت يعني يتسكنا ماني صفغني قراولين مصرات استمرت نزوارة ما ماك
ودلن توتن جيمانسن يعني دولن يبوشيرن اللي مكانسن إذا اللي دي سانسن ما غليك تقاد نستلو في تتصار دا أنا دول ديد وننظرتي ولا فين دان دول اسمه الدالس كيف جاسم اسمه لا اكسيت ترى صمد ما اتجاه شريجي هاري تري ماك نشي الهدف نساد النغ دهالي تبوك مخسويت زواري انت تنخسويت ناس مزرق الشمس لا يعني نشق الرأي ونشخو ماذا بفغل مسرطة ده غنمينش نو تفل جاج نو في شيء أتر ان انتنين ممكن هادولن شان امكان شمو هيا ان انتنين هادولن كزنو هكا فانتزرغ ان انت سيجت سرايا لقويات دهاني تستمر فليكن نشق الرأي والشخصي شلغم شلغم مثلا كان دهاني تتعاون نديت حتى السرايا يظن ده كان شيء تزله في الاتحاد السرايا يعتبر يصار شبه بالامر وطنغ يصار واحد النغايت وانت يسد شيء انا معاون ديدس دغرنا المفروض ما مو كان سل القواليس المواضيع الجيش اكثر شيء لان شيء مد مدنيين وفيما انه مسيف عسكريين فلازم نختموا مغني وجه كان ده عسكري الحكومه تكنوقراط مثلا المدنيه تو تكنوقراط لكن الجيش يعني تمد سن الجيش تدربن سنند كذا اداس نغنم للمانيان بد كرابن نشل 14 وشي غاسو الميز مشرق ساعات انت تخسر كان مقبل مثلا الاستراتيجيه الجيش فهاد جوسين خشولوا هانيت لكي تطلب سقي انا فدق اللي شو مشكله في سبيل من طمور تنموت في الاسكون ان شاء الله شو لايك والله ما ادري عليه والله يدخل الله في المدرسة عطية بعدين يدخل حواز تضرب خاص بيت ضرب وايد خلاص تلاقي وايد خلاص هم دارس هم كلهم كانوا مترصد سوالين نرصد يلاقي الحواز دقيق كل سنة دي اللي نديد ستابتين طواد نديس يما يتو يدور تي إذا راح سنة هم شوار يعودي دي ما يدور فوق نسل حواز ديتو حول لهم كبار أتمنى إن كان تول ديجيتال تويلو بقى ما أقول دام بدني ممكن لي خايفين سيس انت شي خايفين سيس بس تقنا نقلق كنت انت تدري حلقه من غد وكزنا الشباب يتطور بالذات خصوصا شغيه اول تختمنا الجيش الوطني الجيش الوطني اللي قاعد مزني لادي اللي ممكن يزين ويجين شفيت اتحرك نوي المواقع استراتيجيه فهمت لكن مش انا نستر هوني ستر انت متى تقيمين الجيش الجماعه من الجيش الوطني متى مين الان مني سوستو صلحت التوهاني اذا تحرك كمان سو مش كون سنه لهم قارن سنه او اني ممكن استراتيجيين ان شاء الله تمر تنغل الزادينه ان شاء الله. قالوا لي اخر مهله اليوم بعد الظهر فهمتني هم قالوا لي بنفسه قلت لهم بايش الحل قالوا لي اصبر علينا بعد الجمعه بعد الجمعه نكلموك يا دير حل يا راهو ما فيش اللي يديروا كيف ما داروا هم كلموا هيك فهمتني ولا لا شني ما نبيش نخش في البلبيز مش السياره ما مش حركات يعني فهمتني ولا لا نبوا نقعدوا هيك نديروا اي واحد كيف طلعوني يعطوا لي تريحه انا انت عارف مكانها وين انت جوت انا اعرفها اي سو مني واحد انا اعرف اسمه بالكامل هو وين قاعد ونكلموا فيه في زواره هنا عند واحد زوار يكلم فيه ولا شن فيه وش ما فيه وطينا الدوده وطينا الدوده خلينا نشوفوا هذيك جوت ما لقيتهاش ندورها عند اربع شهور باي كيف ما لقيتهاش من الحل بالضبط اذا كان هنا في استادي اذا كان هنا هذا دار حاجه جيت تشدني هنا وإذا كان دار هذا كان جي نشدك انت نحيلك سيارتك هذا ما هوش منطق يعني واحد يفسد على ألف أنا لا معاك ولا معاهم فهمت يا جماعة كان أنت بتشده ويشده معاش نص معاش نص الحل بيه رجعوا لي سيارتي يعني حقي يعني حقي ياخذوها مني ليش ولا برا 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 حقي كان سيارة خديتها غنيمة ولا حاجة يكلموني إن شاء الله أصلا بس ما في اليوم يومين صبر وجماعة انت عرفنا ليه بعتنا له ناس كبار بعتنا له ناس كبار ما باش يفهموا وتسن كوك تصادق على اساس قامتي سطويله قامتي سطويله بالبدايه تقول ضروا الغسيس انت كسيت الكراوتي وشني الطريحه الضر خليل طيب كسيت قيمك طويله على الساعه 6 تمديت ما نكروحه اول ما اروح اقصدك للمدير يطمر الناس ديس 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 ماني دوهاني تاع معتز
يجني صفغي يجني سند ويلول مام ويلول فيغل ويلول اميد واميد مام يوسف ديسم التفاوضة بقينا لاتم التفاوضة. ندول ديد وانتي كلتي دونت يعني قبل كل شيء قبل ما تنمرتي تملغي مسغالي معمر اللي تصور دين كيانا قل فيديوها تنمر تقودة سينخش يعني قبل ما نات في باقي نعقبه في مكالمة مس محمد تمتمه في لالوت يعني خسرام ما كسولين تميد يعني مشكلته في الكرهبة ساعات ممكن تمشكون لكن يعني نجمش هالسم دغركش الحق يعني لا يعني غرس الحق لكن لو كان دي مصرنا دي ألمانيا دي أمريكا وجي نخنب بالكرهبة تنس يعني ممكن أقول يهجمه في المرات دي أتكس بالقوة ديس القانون حتى يومين يدرس يومين لا يملك الواقع انه ليش اي يصبر باه يومين يعني اي يصبر اسبوع اسبوعين ديس اي صح كان جماعه الناس النزواره جماعه النزواره تقول صح كان المنطقه اللي لديس شخصها ده الطوط لكن مش بالسلاح ولا بالهجوم يعني ممكن تسيد قليبيا غادي اسبوع اسبوعين ممكن الكرب توفتر كده توزن حتى لو يعني في النهايه المهم يعني شتى لو فتنغ يعني ايش بس يصير سكنر يعني ولا في انتهاني لا وهو مثال مثال طبعا يعني نجمش نقلل سلقيمتي اسمع لك تلف غير صبح الكرب نتغرس الحق لكن الحق الناس خوجاش لان المشكله تمنغش كل حد غرس سلاح ما دام نشغل سلاح هذا يقول الدوي القود الحاجه انه تمخن بسلاح لا ديس انا اصبر ماتوت نحاول نسكم دان العاقلين دوي الحاجه يعني مشكلته الطوش انتتاء يعني شكل الكهرباء تساوى انا نقول اذنغوني ودان بعضهم بعض يعني الفرق مقر والله انت لا لازم انت اللي حرق قبنادم شال اين الكرهب تيز حتى التدباب تيز ايه الحقني اللي حرق قبنادم ان باهي ماما كيكس انتغوس النور يعني اوكي تتلاي معلش تتلاي حتى اولي ستتلاي ان انت يسن غرس الحق انتو معادش السدول نهائيا نشنو غرس الحق وها 100% لكن دي سودان مخوان تدارين سنقبل دي الحكانش مخوان مازار عن سندو الحكانش يعني تيرون يعني المفروض نصبر رماطوت عندها بدي القانون سدياس لكن نتسلش في ليلة واحدة لكن سنرجع ان الاخ محمد اللي بالضبط داخل حتى الشكري انه لازم ندول وهذا الحل اللي مطي يعني وكانت تعاودت اباشك التاكس ميدن ايش كلطيضن محمد يملو ان انقل قوه كل المجالس العسكريه ضد نشدم له حتى مش المجالس العسكريه الغربيه المجالس العسكريه الليبيا يعني القوه توها تنفكن وزاره الدفاع اسمل شت نتشن غيرنا القوه سي تبرق عن راس جدير انسبها عن الكفره توها قوه الطوارئ التاس إن كان ديس مشكلة هذيك مونيس لكن يعني مش تخوى مدينة معينة توس كل المدن لما تنغدو جنسيس معناها تنغدو جنس الدولة يعني اللي يعتدى في جنسيها يعتدى في الدولة تماما كانت تقبل البوليس اللي تعتدي غفص معناها تعتدى في الدولة كذلك الجندي لما تعتدي غفص تعتدى في الدولة إذن الآن مشان لازم يكون الكلام اللي أوله اللي يملغ غفص محمد تجمعون الأودان اللي غرسن المبادرتها المفروض قوان معليش بيستزل أتعلقد في مبادرة تهاني لأن ما عادش غير المحود إيه المبادرتها يعني مبادرة جيدة جدا تهال الحل أنت تنتظم الدول ده صار وزارة الدفاع ده صار وزارة الداخلية أعتقد هو الحل الأمثل أن كل المجالس العسكرية أدنسقن ده داوين سيسن كل مجلس عسكري داوين 10 20 30 تكون قوة ضاربة تكون قوة تمثل ليبيا كل الناس ضد اللي اعتداء في حد اسقولون ضد فهم ديدس لكن اتمنى ان ما فيش دوله مراء اتخوى الحق في سن ذاته قالت المبادره تنسق لوزاره الدفاع اذا تنسقش ديدس تنسق وزاره الدفاع لازم طبعا لازم تكون تحت وزاره الدفاع تحت مظله الدوله يعني لان اذا كان مش تحت مظله الدوله معناها داخليه ضد الدفاع يعني اعتداء وخلاص به المهم ما عادش غير المحو والتنميه نشي نسين خسنوت حتى فبات ويدنا فبات ضرابلس لكن شي نقي من الله انه تلاقي فلاس وسن اللي هذي قورن سورفان مس احمد نخليفه التنميه فلك تنميه ف مس احمد نخليفه دف لينا بنانا كمان المحو دنغ يمداس ونسين خسنوت لا يطر لك ما عادش غير المحو كنت سميتك تفريت الفيسبوك أتفتاز داري الديس نقاي السقون قولنون ديك ملن زرديس أي تشاه هنوتلاي في الشرف الصحة دا نوتلاي حتى أفتلو تبنزين تلي ميغاون هنوتلاي في الله أي تشاه دام يغرون تغوصان كي تنخت أفتفريت الفيسبوك اللي تفغ زاتون أف في التلفزيون ألدا هاني تنجمع كنا ملغ تاني ميرتنون دا الزول أف اللون Thank you.
سنين وسالم زورات استورد سنين.